ما إن يقبل الشهر الفضيل حتى يتداول الناس جملة من الأسئلة والاستفتاءات الشرعية، حتى بات هذا الشهر كما هو معروف عند العامة بشهر الفتية. النبأ وكعادتها تفسح المجال من خلال برنامجها الفكري كلمة سواء هذا العام لاستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم الشرعية، كما أنه يمكنكم المشاركة معنا عبر صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك كلمة سواء قناة النبأ الإخبارية. كلمة سواء يأتيكم في الأوقات التالية.